هسه كنت تارك المدرسة، عندي رغبة رح أرجع للمدرسة. بهذه الكلمات أصبح الشاب أمير لديه الدافع الحقيقي للعودة إلى مقاعد الدراسة. حملة العودة إلى التعليم انطلقت في المثنى من خلال الكوادر التربوية لتواصل جولاتها بعملية المسح الميداني لإحصاء وعودة المتسببين إلى المدرسة. طبعا صراحة وزارة التربية وصت بأنه هناك تسهيلات للعودة، أكو شغلات يعني شو صعوبة، فوصت بأنه كل من يرجع حسب الجداول مخصصة وحسب الأعمار، اللي يرجع للابتدائية يرجع متوسطة، اللي ما يصير يرجع خارجي يمتحن. الحملة ضمن مبادرة رئيس الوزراء لوزارة التربية بالتنسيق مع اليونيسف لتشخيص حالات التسرب وتحديدها، لتشمل زيارة المناطق وتسجيل البيانات الدقيقة باستمارات خاصة تستمر لمدة أكثر من 45 يوما. وخطية الناس هاي، خطية الأطفال هاي، يعني ينشأ لا متعلم لا، يعني أقل شيء تعليم هسه ما لازم شهادة وكذا، هسه قال لها يقرأ ويكتب، هسه حرامات والله نمرد قلبه عليهم أنا، هسه ما دايم لهم بس نقول خطية، خطية هاي الأطفال لا يقرأ ولا يكتب. الوصول لأكبر عدد من المتسربين بإرجاعهم لمقاعد الدراسة يشكل انعطافا مهما في أهمية كسب جيل متعلم يدرك أهمية العلم والمعرفة كونهما وسيلة لمواجهة الجهل. حملة العودة إلى التعليم واحدة من المبادرات الإيجابية التي أطلقت من قبل وزارة التربية، لا سيما أن الفرق الجوالة ما زالت تمارس عملها بتسجيل البيانات للكشف عن المتسربين. للعراقي الإخباري علي كريم، المثنى.